يمكن وانا صغير انا طبعا مواليد 75، فتخطيت مرحله من التاريخ كبيره جدا كان نفسي اكون عايش فيها. ولكن لما بسمع الخطابات اللي بتتقال في المناسبات دي من الرؤساء جسمي بيقشعر، خصوصا لما السينما المصريه اهتمت بالتاريخ وبداوا يعملوا لنا افلام بتمس التاريخ. فجابوا لنا خطاب السيد الرئيس الزعيم جمال عبد الناصر حين امم قناه السويس. وطبعا كلنا عارفين تاريخ تاميم قناه السويس او ليه تم تاميم قناه السويس. في الوقت ده كانت مصر عايزه تبني السد العالي علشان الفيضانات اللي بتحصل كل شويه. الرئيس جمال عبد الناصر لف العالم كله علشان ياخد قرض علشان يبني السد العالي ومصر ما تغرقش. فالعالم كله في الوقت ده كان عارف ان لو مصر بنت السد العالي هتعمل طفره زراعيه وطفره اقتصاديه وطفره حضاريه كبيره جدا، فرفضوا. ده كان الشق الاولاني. الشق الثاني ان كان خلاص فاضل 10 سنين بس عن حق اداره الشركه الفرنسيه لقناه السويس. وكان كل العالم بيقول الشركه الفرنسيه مش هتسيب القناه، ولو سابتها بعد 10 سنين هتبدا تهدها. فالمصريين لو اخذوها بعد 10 سنين من النهارده هيلاقوها بصه هامله، لا هتكون ممر ملاحي ولا هتكون شركه اصلا. فتم الاتفاق سياسيا واقتصاديا على رجوع قناه السويس اللي اتبنت او اتحفرت على جثث المصريين وبالصخره الى مصر للسببين دول. طبعا في الوقت ده كان كل الخوف من العاملين الفرنسويين في القناه، وان ازاي هنقدر نسيطر على كل مكاتب قناه السويس على طول قناه السويس من بورسعيد شمالا على البحر المتوسط الى السويس جنوبا على البحر الاحمر، وازاي نقدر في لحظه واحده يتحول كل موظفين المكاتب دي الى موظفين مصريين باداره مصريه. قعدوا فترة كبيرة جدا يجهزوا للحدث دوت، لدرجة إن هتيجي أختي الوقت منال نور الدين هتحكي لنا قصة قائد القوات البحرية إزاي قدروا يذاكروا ويدرسوا كل نقطة مية في قناة السويس، لدرجة إن هم عملوا ضحكوا على مدير القناة وقال له إحنا هنعمل مسابقة سباحة بطول القناة هيشارك فيها ضباط من الجيش وهيشارك فيها طلبة من الجامعة، وهو شرب المقلب وكان فرحان جدا. وكل الصحف العالميه قالوا ان الشركه الفرنسيه بتعمل مسابقه كبيره جدا في قناه السويس، ولكن كان الهدف من المسابقه دي دراسه كل شبر وكل حركه بتحصل في قناه السويس. كانت المشكله اللي قالها الزعيم جمال عبد الناصر بعد الخطاب العالمي اللي اتذاع على كل العالم، يا جماعه انا هطلع اخطب الشعب المصري في الدقيقه والساعه الفلانيه، هنتفق على كلمه معينه، لو جالي التمام ان كل المكاتب رجالتنا واقفين على بابها، خلي بالكم كل المكاتب لو مكتب واحد بس ما تمش وقوف على بابه انا مش هقول الكلمه دي. طبعا الكلمه كانت مشهوره جدا ساعتها ان هو يقول اسم المهندس الفرنسي دريسيبس. لو قلت الكلمه دي في وسط الخطاب بتاعي خشوا المكان. تعالوا بقى نشوف الخطاب اللي زلزلنا كلنا باسم الامه